السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل الذي وردنا قبل قليل، القوات المسلحة الملكية المغربية ممثلة في القوات الملكية الجوية سوف تقوم بفتح جسر جوي ما بين المغرب وقطاع غزة والضفة الغربية من أجل نقل مساعدات عاجلة ومستعجلة سواء لسكان قطاع غزة أو للفلسطينيين في الضفة الغربية. كما تعلمون، فنحن الآن ما زلنا نشاهد هذه الحرب العنيفة جدا ما بين قطاع غزة وما بين إسرائيل، ومن جهة أخرى هناك مواجهات ما بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في سواء في الضفة الغربية أو أراضي 48. إذن المساعدات الاستعجالية وجسر جوي سوف ينفذ عن طريق طائرات عسكرية مغربية تنقل هذه المساعدات بشكل استعجالي نحو قطاع غزة ونحو الضفة الغربية. طبعا سبق أن كان هناك مستشفى عسكري مغربي في قطاع غزة في 2018 عفوا، ثم 2019 مستشفى ثاني أقيم في قطاع غزة قدم آلاف الخدمات الطبية المجانية لسكان قطاع غزة، ونتوقع أن يتم إرسال مستشفى عسكري مغربي قريبا جدا إلى قطاع غزة لمساعدة سكان قطاع غزة في يعني تقديم خدمات طبية مجانية كما كان هو الحال في السنوات الماضية. إذن من غير هذا الشيء ديال المساعدات، يعني المساعدات المستعجلة التي يقدمها المغرب سواء في القدس سواء في الضفة الغربية سواء في قطاع غزة، ما زال حتى الآن ما سمعنا ولو يعني تصريح واحد من النظام العسكري الجزائري الذي أتحفنا بشعارات تقرير المصير، والذي أتحفنا بشعارات الخرطي وشعارات الخوارخاوي. كتعرفوا الشعارات فقط لدى مرتزقة البوليزاريو، وهم الآن فلسطينيون يحتاجون المساعدات. فإن هو النظام العسكري الجزائري، دخلوا شوفوا صفحات النظام العسكري الجزائري ماذا تقول: المغرب المغرب المغرب، البوليزاريو البوليزاريو البوليزاريو. الآن ها هم الفلسطينيون يعني في حاجة ملحة وفي حاجة إلى مساعدات مستعجلة. فإن هو هذا النظام، هذا النظام الذي صدع رؤوسنا بتقرير المصير وأنهم يدعمون فلسطين ظالمة أو مظلومة. لو صرفوا تلك 500 مليار دولار التي صرفوها على البوليزاريو صرفت على الفلسطينيين، لما كنا الآن على هذه الحال، لما كنا الآن على هذه الحال، ولكان الفلسطيني يعيش بكرامة. ولكن صرفوا هذه الأموال 500 مليار دولار على مرتزقة بوزبال من أجل ماذا؟ من أجل تقسيم المغرب. فهنا يجب أن تعلموا لماذا نحن نقوم بخطوات، في أي خطوة تكون في سبيل ضمان الاستقرار ووحدة أراضي المملكة المغربية. بالنسبة لنا الصهيوني الأول موجود في الجزائر، النظام العسكري الجزائري، لأن هذا النظام بدل أن يصرف هذه الأموال على شعبه وأن يرسلها إلى الفلسطينيين المحتاجين لهذه الأموال، يصرفها على مرتزقة، على مرتزقة من أجل ماذا؟ من أجل تقسيم المغرب ما بين الشمال والجنوب. لعنكم الله في هذا اليوم. على كل المتابعين الكرام، أعتذر أنني خرجت شوية على سياق الخبر. أراكم في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.